قولي لي مقاديرك ايه؟ احنا عندنا الاول عشان نعمل الطبقه الاولانيه نص اللي كيلو بتبقى زي طبقه البسكوت، نص كيلو من البسكوت المطحون. ايوه، ونص كوبايه من الزبده. اوكي، الدايبه. عشان نعمل طبقه الكريمه عايزين 4 بيضات. اوكي، وانا عامله معيار ثابت وحلو بيطلع نتيجه مظبوطه، كوبايه من اللبن الباودر، وكوبايه من الزبادي، كوبايه من القشطه، وكوبايه من السكر. اوكي، بس احنا وفانيليا طبعا. انت البيض مش هيزفر معاكي؟ لا، هنضربه الاول مع الفانيليا والسكر، وبعدين هو اهم احسن حاجه في الناس بتخاف من البيض. لا، احسن حاجه في الوصفه دي ان هي بتتعمل بنمكسها على طول في في البول، مش بتحتاج مثلا عجان او مضرب. أيوه، كهربائي هو الاحسن. انا سالتها كدا. فعلا هي عايزه ايه حتى في المكونات، مش عايزه حاجه تبقى فيها عجان او مضرب كهرباء او كده. هو الافضل، لان التشيز كيك لما بتضرب كتير بتشقق من فوق. صح، فالاحسن احنا نضربه على ايدينا. اوكي، بس في ناس بتحب الاسرع، ما فيهاش مشكله برضو لو عملوها بمضرب كهرباء. ما فيهاش، بس ما يضربوش كتير. يبطوا بقى، يبطأ اول ما الحاجه تختلط السرعة مع بعض. خلاص، صح، ما نبقاش اوفر ميكس. بس اوكي، هنبتدي في ايه؟ هنعمل اول طبقه البسكوت. نجيب بس الصينيه. وعايزه تفصلي البيض، صح؟ مش نتاكد بس ان بتفصلي. موضوع البيض ده قصه. انا جدتي كانت اي حاجه تعملها فيها بيض تفتح بيضه في طبق، لازم بيضه في طبق تاني. طبعا دلوقتي بتلقه. لا، هو انا قبل كده في وصفات بعد ما خلصت كل حاجه وجت على اخر بيضه بالظبط. قولي لي بقى، انت مين حبيبك في المطبخ؟ بصي، هو طبعا اول حاجه ماما. أوكي، دي اول حاجه. بعد كده بقى الولاد، يعني ولادي لما شجعوكي بقيت عايزه اعمل لهم بقى كل حاجه مختلفه. بقيت عايزه اعمل لهم كل حاجه. اوكي، بس انا شايفه انت بتحبي تعلمي الناس وصفات. يعني هو انا الاكونت بتاعك على طول شغال وصفات سريعه وحلوه، علشان انا بشتغل اصلا مدرب طهي. انا عايزه اقول لك ان انا بقعد الف في انستجرام، يعني مش عشان اخد وصفه حد، بس عشان بحب اشوف الناس وصلت لايه او كده. فلما بلاقي اكونت حلو دايما بقول لهم كلموه على طول. انا اتشرفت بيكي، انا متابعاكي من زمان بقى، وبحب كل حاجه بتقدميها. انا مش سامعه كويس صوت واطي، بس عجبني قوي، عجبني قوي جوزها جاي معاها بيشجعها وقاعد يصورها معايا على طول. حاجه حلوه قوي، مثال حلو قوي. الحمد لله، هو السبب اصلا ان هو خلاني ادرس. يعني انا كنت دي حاجه مختلفه عامه. انا عايزه اقول لك انه في ناس بتيجي هنا تقول لي لا جوزي كان بيحبطني، يقول لي الطعم وحش، طعم مش حلو. لا، هو انا اتعلمت، احنا مش هاكل. استحملك يعني، ما هو دي حاجه مهمه جدا. عايزه اقول لك انا وانا صغيره كنت مثلا اعمل الكيكه طعمها فيه ملح زياده. بجد برشيت رشه ملح زياده، وانا بحب الملح الزياده. فبابايا كان يقعد يقول لي تحفه تحفه، ماما تقعد بصله اللي هو بيشجعني. مش تحفه يعني، بس هو عايز يدين ثقه. بعدين بعد ما ياكل وياكل غصب عنه يقول لي بس الملح محتاج يقل شويه. المره اللي بعديها بظبطها. لو من الاول تشجيع حلو، لو من الاول بقى اتقال لا مش حلوه ومش هتنفع ويحبطك، مش هتعملي حاجة تاني أصلا. فالتشجيع طبعا حاجة مهمة جدا. أنا البسكوت مطحون، احنا ممكن نطحنه في يا إما ممكن ساعات بحطه في باج وبضربه بالمردنة. أوكي، يا إما في الفود بروسيسور حطيت عليه الزبدة وبضغطه كده بإيديا كويس. ممكن في الآخر بكوباية أو بمكبس أو أي حاجة تقعدي تضغطي كده لتحت عشان تطلع طبقة تخينة شوية. لازم نعمل نجيبها من الجوانب شوية، حاجة بسيطة يعني، احنا مش عايزين تبقى طالعه لفوق خالص، بس لازم تكون من الجانب حاجه بسيطه. اوكي، صوتكم بعيد قوي، علي صوتكم، انا مش سامعاكم كويس. انت بقى بتسويها في الفرن ولا بتعمليها في الفريزر؟ لا، انا المفروض بحطها الاول 5 دقائق الاول في الفرن تمسك. يعني تمسك حاجه بسيطه، يعني انا مش عايزاها تستوي، لان هو اصلا بسكوت مستوي بالزبده. بالزبده، بس طبقه الفرن دي بتبقى احلى من انه تبقى عادي. البيض كده سليم، تمام، لا تقلقي. بس خلاص هنحطها بقى في الفرن، يعني على ما احنا نكس الحاجه، مش اكتر من كده. حطيها بس تحمر كده، تقرمش شويه، عشان لما حتى تيجي تنقلها تبقى شديده شويه. احنا كده عملنا البسكوت، عملنا له طبقه السمنه بتاعته. ممكن سمنه او زبده، بس احسن زبده. زبده، لا زبده احسن، عشان في ناس تقول لك انا ما بحبش الزبده. لا، في الحلويات بس السمنه بتتقل، صدقوني بتتقل. بقعد اقول لهم الحاجات اللي بنقول سمنه تبقى سمنه، الحاجات الزبده بالزبده، الحاجات الزيت معينه بالظبط. فاحنا كده حطينا البسكوت، عملت له الضغط بتاعه وقسمته لير حلوه قوي، طبقه اولانيه حلوه قوي،
وفرقنا البيض، ودي خطوه مهمه جدا في اي حلويات او في اي وصفه، لان ممكن بضايه واحده بس يبقى فيها دم او فيها اي حاجه تبوظ كل الوصفه. وريحه الكيك قلب الاستوديو كله بجد، ريحتها جميله جدا، ريحه فانيليا ما تقلقوش من البيض لو ضاربينه مع الفانيليا صح وضربتوه حلو، وزودتوا له السكر ريحته بتروح خالص. صح؟ اه تمام. احنا اول عشان نعمل الكريمه اول حاجه هناخد البيض. اوكي. اتاكدنا ان كله تمام طبعا. انت عاملاها كيك يعني كانها كيك مع طبقه تشيز كيك؟ مع طبقه تشيز كيك. اه طبقه. اوكي. عشان عاده تشيز كيك المخبوز. ايوه تشيز كيك المخبوز. او زي قلب على سان سبيستين شويه. بالظبط. حطينا الفانيليا والبيض الاول نضرب ضربه بسيطه كل الناس بس تعمل كده. طبقه البسكوت وبعدين اللي هي بتاعت الكريمه، فدي احلى، دي مختلفه، دي اطعم على فكره، اغنى كمان. انت عايزاها كده؟ اه وحطينا السكر وحطينا البيض والفانيليا وبعد كده السكر ضربه بسيطه بس كده لحد ما البيض والسكر كده يعملوا سمك بسيط قوي. هي حلاوه الوصفه دي ان كله بقى على بعضه، مش محتاجين ابدا اي حاجه. ايه اللي حطيتيه دلوقتي؟ لبن البودره. ممكن يستبدلوا لبن البودره بايه؟ لا هو احنا مستبدلين المفروض الجبنه عشان الجبنه بتبقى غاليه قوي. والكريمه بالزبادي والقشطه. اوكي فده بديل اقتصادي يعني. احنا طبعا دلوقتي الدنيا غليت بقى والدولار وكده، فاحنا بنحاول نعمل اكلات تكون حلوه ونعمل البدائل بتاعتها الارخص عشان تساعدونا ان انتوا تجربوا معانا يعني. وهي تقريبا نفس الطعم مش مختلفه ابدا. لا مديه سمك حلو قوي. محتاجه كام واحده؟ كله؟ إيه لا لا كتير. كفايه؟ كفايه. وفتحنا الفراوله بس ثلاث فتحات كده بالسكينه كيرف بسيط قوي. بس خلاص اهي جميله. تسلم ايدك. مش اي حاجه هطلع لك بقى اللي في الفرن. طلع بقى هي بس احنا محتاجين عشان تتماسك بس مش اكتر. يعني بس مجرد ان هي اخدت طبقه كده مش اكتر، هتنزل عليها بالطبقه الثانيه. الطبقه الاولانيه كانت بسكوت بالزبده، والطبقه الثانيه طبقه بتدي احساس الكيك شويه. بصوا جميله ازاي. بعديها بتدخليها الفرن تاني. بندخلها الفرن تلت ساعه على في الرف الوسطاني. اوكي. 180 درجه. بنخرجها يعني على تلت ساعه كده بنبص عليها. حطي الجوانب كده. اه وممكن تحط خل او حاجه. لا هي بنشوف ازاي انها استوت. الجوانب بتبقى ماسكه نفسها بس من النص بتبقى راني شويه. ايوه بتبقى كده يعني. أيوة. كده تمام. كده تمام. نقفل الفرن بس خلاص. في ناس مش بتعرف تميز، فممكن يعني حاجه بسيطه. ممكن حاجه بسيطه كده لو طلعت معاكي نظيفه يبقى هي استوت. بس هي بتكمل سواها بعد شويه. أوكي. بتاخد 10 دقايق مثلا بتوع الفرن. قصدها بصوا من بره بتبقى مستويه قوي شويه، ومن جوه بتبقى عامله زي قدره قادر كده. ايوه اللي هي تقعد تنزل وتطلع كده. شو 10 دقايق بتبقى بتلاقي كل السطح. اوكي كامل. فاحنا هناخد دي في الفرن. وهتعملي ايه دلوقتي؟ احنا ما هي بصي هي مش محتاجه اصلا تزيين، طعمها حلو مش محتاجه حاجه، بس احنا ممكن نزود عشان دايما التشيز كيك معاها صوص فراوله. ايوه دي هندخلها الفرن 20 دقيقه. ندخلها احنا الفرن ناكلها بعد الهواء. بس هنزينها كده. ممكن ايه غير صوص الفراوله؟ صوص كراميل، صوص شوكليت. أوكي. هي التشيز كيك بيبقى معاها اي صوص. بالظبط. بس نحط كده من جنب الفراوله. لا جميله. شفتوا بقى اختياراتي؟ بس مش عايزه تحط لها اتنين تلاته كده؟ هي كفايه واحده قوي. انت بقى بتعملي اعياد ميلاد الاطفال وكده، انت بتعملي لهم الكيك بتاعهم؟ بتاع ولادي؟ اه طبعا. انا بحب كده قوي، بحس بالذات الام. انا بعمل كل حاجه في البيت يعني. انا ما بعملش اي حاجه. ما بجيبش حاجه بره خالص خالص. ايوه انا بجد شدني الاكونت بتاعها ان هي بتعمل كل حاجه هوم ميد. كل حاجه كل حاجه بتقدمها ببساطه حلوه قوي، وبتدي دايما بدايل. زي دلوقتي لما استبدلت الجبنه فده حل حلو. الناس اللي بتقول لك مثلا لازم كذا بس مش هينفع غير كذا، في حاجات بتبقى ما تنفع لهاش بديل. في حاجات بتبقى كده زي دلوقتي السمنه والزبده والبيض. يعني لو عملتيها بسمنه هي هتطلع بس هتبقى مدهنينه جدا وتقيله جدا، مش هتبقى تشيز كيك اكيد. لما حتى تسقع هتحسوا بطبقه زي الكفته كده. ايوه صحيح. هتعمل طبقه معاكي مش حلوه خالص. بس
بس هي ظريفة، انا بحس انها ظريفة ومميزة كمان، تاخد ما تاخدش وقت، مخلية ريحة الاستوديو يعني، عايزة اكلها اصلا، جميلة قوي. ربنا يخليكي بالهنا. بصي عايزين نلخص بس تاني الوصفة. أوكي. نقول للناس عملنا ايه. اول طبقة كانت عبارة عن ايه؟ اول طبقة هي طبقة البسكوت، جبنا نص كيلو من البسكوت طحناه، اي نوع بسكوت الشاي، اي نوع سادة، اي نوع سادة بالظبط، اي نوع سادة، حتى لو بسكوت الشوفان ينفع برضو. اوكي تبقى حلو عشان الدايت يعني. حتى يعني ماشي. ويحط الزبدة بقى. ونص كوباية من الزبدة، خلطناهم كويس. اهم حاجه ان لما نمسكهم مع بعض يمسكوا، يبقوا عاملين زي الرمله كده يعني، ما تلاقيش البسكوت فاصل لوحده كده. بس وبنجيب الصينيه بتاع التشيز كيك ونحاول احنا نضغط كويس، او مش عارفين نضغط بايدينا ممكن بظهر الكوبايه ماك بس، او بظهر الكوبايه. وهنحط الطبقه دي في الفرن 5 دقائق بس، زي ما حطيناها على ما الخمس دقائق نكون احنا عملنا الميكس بتاع الكريمه، كوبايه سكر، كوبايه زبادي، كوبايه قشطه، كوبايه لبن بودر، واربع بيضات وفانيليا بس كده. نضربهم ما نكترش في الضرب بس قوي، يعني عشان هي تقريبا 30 دقيقه تبقي عاملاها بس. يعني 5 دقائق خلاص، 20 دقيقه فوق، 5 دقائق تبرد قبل ما تتزين. يعني دايما برضو في حاجه بيعملوها غلط قوي، ان الحاجه بتطلع من الفرن يروح حاطين عليها الكريمه ويتصلوا يقولوا لي هي الكريمه ساحت ليه من الجنب، طب هي لسه طالعه من الفرن صح؟ لا لازم نديه حقها. ايوه بالظبط، لازم ندي الحاجه حقها. تاني حاجه الضرب اللي بالمبرد بالمضرب او في عجانه او كده بيفصل الحاجه اللي فيها بيض. ايوه بيخليها مفصوله، يعني هتلاقي البيض لوحده والطبقات بتفصل، فطبعا هي ضربتها بسرعه قوي عملت سمك معاها وقوام حلو قوي من غير ضرب كتير، وده مهم يعني. كل تفصيله هي قالتها في الوصفه دي مهمه عشان تطلع بالمنظر الجميل ده. على فكره الكرانشي اللي في الجنب ده اللون اللي جوه فاتح وبره غامق سنه، دي حاجه حلوه، ده معناه ان هي مستويه حلو من جوه، اهي بتنزل وتطلع كده رقيقه، مش كيكه ناشفه. مش ناشفه خالص، لما تفتحيها تلاقيها من جوه كريمي حتى، يعني بالزبط. هي النسيج بتاعها كريمي مش زي الكيكات العاديه، مش زي الشوكليت كيك كده كمان. لا لا لا، قولي لي بقى بترشحي مين يطلع معايا الاسبوع الجاي؟ مين عايزه تفاجئيها على الهوا تطلع معايا الاسبوع الجاي تكون شاف برضو ونفسها تقدم وصفه للناس على الهوا وانت معجبه بيها زي ما انا اعجبت بيكي؟ امنيه رمضان. امنيه رمضان. امنيه رمضان. خلاص امنيه رمضان انا هكلمها وتطلع معايا الاسبوع الجاي. كل اسبوع الضيفه اللي معايا هترشح حد تكون برضو بتحب وصفاته ومؤمنه بيه علشان نشجع المواهب الجديده، ونشجع برضو هي خبره على فكره، هي مش موهبه جديده، هي شاف زيها بالظبط، بس انا عايزه اقدم وصفتها للناس مش بس وصفتي انا، لان دايما المطبخ كل ما بنسمع وصفات تانيه او بنقرا حاجات تانيه بتاعت ناس تانيه بنبتدي نتعلم اكتر. لو حد فضل في مدرسته لوحده هيفضل في الحته بتاعته، لازم نتعلم على طول، بالذات في الطبخ يعني. المدارس التانيه وكل واحد بيطبخ بمدرسته بطريقته، زي ما قلت لكم في اول حلقه اغلبيه الناس اللي جت طبخت معايا او انا عارفه الوصفه دي باكلها بس ما عملتهاش هنا قبل كده. كان دايما التشيز كيك احنا عارفينها، بسكوت تحت يا بنجمده يا بندخله الفرن ويطلع يتعمل له طبقه الكريمه تجمد وخلاص كده دي تشيز كيك، فدي وصفه مختلفه. فحلو ان احنا نقدم افكار مختلفه ومدارس مختلفه فكلنا نتعلم وكل حد عنده حلم يحققه. انت شرفتيني النهارده، شرفت بيكي جدا، ومبسوطه جدا بالوصفه الجميله، ومبسوطه جدا بيكي. دوقيها بقى وان شاء الله تعجبك. اكيد هنعمل كده بعد الفاصل ده على طول، بعد الحلقه نقعد ناكل كل حاجه بتتعمل حلو حادق كل حاجه. شكرا جدا ليكي على الدعوه دي، بشكرك جدا. ميرسي جدا. يا رب الوصفه النهارده تكون عجبتكم، تستنوني في حلقات جديده دايما من سفره دايما كل اسبوع مع ضيفه جديده. استنوني.